الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الله الخلق وفاضل بينهم، وخير العباد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله لنفسه وبعثه برسالته، وخير صحب للرسل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم خلفاؤه الأربعة من بعده، وأكملهم وأعلاهم منزلة الصديق أبو بكر، ثم عمر الفاروق، ثم ذو النورين عثمان رضي الله عنه، ورابع الأربعة العظماء أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تربى في بيت النبوة، ووردت أحاديث كثيرة جدا في فضائله ومناقبه. كان رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان وأكثر الصحابة علما، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ببغضه للمنافقين في مقابل محبته المؤمنين الكبيرة له. أحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما كان في يوم خيبر حينما تم تسليم الراية له، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كان علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته فاطمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل الرضوان، وكذلك من الأولين السابقين الذين أخبرنا الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه. علي بن أبي طالب والد سبطي رسول الله الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة. عرف رضي الله عنه بأخلاقه وصفاته الحميدة، كان شديد الشجاعة، ومنها موقفه ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام مكانه في فراشه فداء له صلى الله عليه وسلم، فكان مقداما دلت على ذلك مواقف كثيرة، منها ما كان يوم غزوة بدر، حيث كان رضي الله عنه أول ثلاثة رجال تقدموا للمبارزة، فقام علي بن أبي طالب بمبارزة الوليد بن عتبة بن ربيعة فقتله. عرف رضي الله عنه بتواضعه، قام في الناس في خلافته بالعدل، لا يحيد عن الكتاب والسنة، كان قاضيا لا يدانى في الفصل بين الخصوم، ومع سعة علمه كان ورعا وقافا عما لا يعلم، ناصحا للأمة كثير الموعظة والعبادة والذكر، حريصا على الخير والإنفاق، متين الديانة، لا يجاب في دين الله أحد. إن حب الصحابة دين وقربة، وكل خير فيه المسلمون إنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين، والله خص الخلفاء الراشدين بفضائل لم يختص بها غيرهم، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والرشاد، وأمر باتباع سنتهم ولزوم طريقهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، ومن أحب الصحابة حشر معهم، ومن حبهم نصرتهم والدب عنهم والثناء عليهم والاقتداء بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.